السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. إخوتي الكرام، نبدأ بسنة ابن ماجة حتى يعني ما نأخذ حق الدرس العلل إن شاء الله، وبعدها العلل. نعم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. قال رحمه الله: باب كراهية الزينة للمتوفي عنها زوجها. توفى عنها زوجها. استغفر. قال: باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وصاحب المصنف ثقة ثبت أمين، رواه له الجماعة إلى الترمذي. قال: حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون من الثقات. قال: أنبأنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان هو من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة من أساطير المحدثين. قال: عن حميد. حميد وحميد الطويل، وحميد الطويل هو من الثقات، ولكن تكلموا فيه لأنه كان عريفا. نعم. وهو من أثبت الناس في أنس، يروي عنه بواسطة ثابت البناني، ويروي عنه بغير واسطة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أخطأت تقريبا، أنا أخطأت. قال: عن حميد بن نافع. إن شاء الله. نعم. بحميد وحميد بن نافع، نعم، هو من الثقات أيضا. قال: أنه سمع زينب ابنة أم سلمة رضي الله تعالى رضي الله عنها تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنة لها توفي عنها زوجها، فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها. فاشتكت عينها. فاشتكت عينها. عينها. أو ممكن يكون إسناد الأمر للعين، ما في مشكلة. قال: فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشرة. أربعة أشهر وعشرة. نعم. أربعة. أربعة. وإنما هي أربعة أشهر وعشرة. خلاص يبقى. هي عند دكتور الله. نعم، هذه عدة المتوفى، المرأة المتوفى عنها زوجها، وأيضا فيها مسألة الإحداد. فالمتوفى عنها زوجها لها عدة، والمطلقة لها عدة، وقد فصل الله العدة في كتابه سبحانه جل في علاه حينما قال: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وكان قد نزل قبلها قول الله جل في علاه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، على أساس أنها كانت عاما كاملا. هذا الحديث يبين لنا أن هذه الآية منسوخة، وإن كان هناك قول آخر لبعض العلماء بعدم النسخ سنبينه إن شاء الله تعالى. هي تقول بأنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنها اشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها، تضع الكحل في عينها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت إحداكن ترمي بالبعرة، وهو معناها أن النبي نهاها عن ذلك، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الحق بأن الظاهر في هذا الباب بأن الكحل أنه زينة في نفسه منعها النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة المعتدة أو الحادة على زوجها التي اعتدت من وفاة الزوج ليس لها الزينة بحال من الأحوال، لا في الثياب ولا في الطيب ولا في غير ذلك، حتى الأثواب المزعفرة والمعصفرة كلها والمصبوغة كلها لا يجوز لها أن تلبسها ولا ترتديها، وأيضا ليس لها استخدام الطيب، من حق الزوج عليها، من حق الزوج عليها، عظيم حق الزوج عليها. لذلك قال الله جل في علا: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا. والنبي صلى الله عليه وسلم منعها من الكحل لأنه زينة في نفسه. لكن هناك رواية عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها بأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكتحال علاجا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تكتحل ليلا وأن تمسحه نهارا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تكتحل ليلا وأن تمسحه نهارا. المسألة فيها تفصيل. الحق بأننا كما قلنا الكحل في نفسه زينة، الكحل في نفسه زينة، لذلك من كانت تضع الكحل دون ما حاجة لا يجوز لها بحال من الأحوال، لأنها تخالف العدة التي هي فيها. وأما إذا احتاجت إلى ذلك
فلا بد أن تفعله حين لا يراه أحد. فلا بد أن تفعله حين لا يراه أحد. وهنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة بأن تجعل الكحل في الليل للحاجة. ويكون حديث النهي العمومي على عدم الحاجة، وأن حديث الجواز في أم سلمة كان الحاجة، وأيضا هي حاجة مقيدة وليس على الإطلاق، بل استخدموها في الليل وفي النهار لابد أن تمسح. وأما في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول، هذه فيها دلالة بأن الحكم الذي كان على رأس الحول هو عام كامل، بأن تحتد عاما كاملا في قول الله رفع الله الذين تفعلون منكم وأثرون أزواجا متاع الأزواجين إلى الحول غير إخراج، فيه دلالة على النسخ لقوله إنما هي أربعة أشهر وعشرة، فكأنه قال ونسخ بعد ذلك إلى أن يكون أربعة أشهر وعشرة. وهذا دلالة على قول الجمهور، أو هذا يستدل به العلماء على قول الجمهور بأن آية أن هذه الآية منسوخة، بأن هذه الآية منسوخة. لكن الحق الذي لا مرية فيه بأن بعض العلماء عند أهل التحقيق يرون بأن جمع أولى من النسخ، وقد قالوا بأن الآية الأولى هي الأصل وهي التي تجزئ وهي الواجب، والآية الثانية على الكمال، يعني المرأة إن أرادت أن تصل وترتقي إلى منازل المازل ولا بالكمالات بأن تحتد على زوجها أو تحتد عن زوجها عاما كاملا، فكأنه قال والذي يجزئها أربعة أشهر وعشرة، والذي يكون على الكمال عند ربها لعظيم حق زوجها عليها هو أن تعتد عاما كاملا. أما الجمهور فقالوا بأنها منسوخة، لكن ورد الإشكال في النسخ، لأن قول الله في علا والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، قراءتها هي الأولى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله في علا والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه الأخيرة في القراءة، فقلنا الحق بأنها متقدمة النزول متأخرة القراءة، المكان الوضع متأخرة النزول، وهي متقدمة النزول متأخرة الوضع. وأما الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هي آخر نزولا وهي أول ترتيب. وهذه من حكم الله جل في علاه. والحق بأن الأفضل في ذلك هو الجمع، الحق في ذلك هو الجمع، أن نقول بأن العدة المجزئة هي أربعة أشهر وعشرة، والكمال إلى أن تكون حولا كاملا، وهذا ما كان إلا لعظيم مكانة الزوج من زوجه، ولأن له الحق عليها عظيما، لذلك اعتدت من وفاته أربعة أشهر وعشرة أو حولا كاملا على الاستحباب. وقلنا بأنها ممنوعة أيضا من الطيب ومن لبس المزعفر ومن الاكتحال. الباب الذي بعده، ما بقي لنا إلا باب واحد، هذا الباب ينتهي، ما بقي لنا باب واحد في ابن ماجه بفضل الله لنا في علاه، هذا باب بعدين ندخل على العلم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب هل تحد المرأة على غير زوجها. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أو صاحب التصنيف المصنف في غثابة الأمين مر علينا، قال حدثنا سفيان بن عيينة قال فيه الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، وكان سفيان بن عيينة يدلس ولكنه لا يدلس إلا عن ثقة. قال عن الزهري، الزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث بأمر عمر بن العزيز. قال عن عروة بن الزبير وهو من الفقهاء السبعة، وقال فيه ابنه قال كان أبي ثقة، كان أبي يصوم يوما ويفطر يوما، فكان فقيها تقيا نقيا عالما محدثا حريرا. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي الصديقة بنت الصديق، وهي أعلم نساء العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين، روى لها الجماعة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري، هناد بن السري هو من ثقات الأزبات من رجال الكتب الستة، بل هو شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو الأحوص، قال عن من الثقات
من رجال الكتب الصحيح، بل الكتب الستة. قال عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان، أمن عن نافع، يبقى هذا يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري من ثقات الأثبات، من الأخيار. قال عن نافع، ونافع مولى ابن عمر، وهو من أوثق الناس في ابن عمر. قال عن صفية بنت أبي عبيد، عن صفية بنت أبي عبيد، نعم. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد بن نمير ومن ثقات الأثبات، من رجال الكتب الستة. قال عن هشام بن حسان، نعم، هشام بن حسان من ثقات الأثبات، رواه الله جماعة. قال عن حفصة، قال عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد على زوجها 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تتطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أظفار. انتهى الباب، نعم. وهذا الأمر الثاني هو أمر أيضا على العدد، وأنه لا يجوز ما أن تحد على غير الزوج، لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. وقد ورد أن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها لما مات أبو سفيان بعد 3 أيام أخذت الطيب وتطيبت، وقالت: ما كان لي في الطيب من حاجة، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، يعني إلا على زوج ف4 أشهر و10. ومعنى الإحداد هنا هو ترك الزينة، معنى الإحداد هو ترك الزينة. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، هذا من باب الخبر الذي يراد به الإنشاء وقوته في ذلك. هذا من باب الخبر الذي يراد به الإنشاء وقوته في ذلك، لأن الخبر الذي يراد به الإنشاء أبلغ من الإنشاء، أبلغ من الإنشاء، يعني يحرم عليها أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج العظيم حق الزوج. ولذلك قالت أم عطية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد على زوجها 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تتطيب إلا عند أدنى طهرها. شوفونا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا. الثوب المصبوغ والصبغة زينة، ولذلك قلنا بأنها ممنوعة من كل زينة، ممنوعة من كل زينة، ولا أن تتزين ولا أن تظهر ذلك، ولا أن تستقبل الخطاب بحال من الأحوال، لأنها وإن لم تستقبل الخطاب للعدة فإنها انتهيت وتزينت، فهذا معناها أنها تهيئ الخطاب لها. لذلك لما دخل أبو السنابل ابن بعكك على السبيعة الأسلمية فقال لها، وجدها قد تهيأت تزينت، وجدها قد تهيأت، قال: تريدين النكاح يا لكع، تتهيئين للخطاب؟ فقال: لا، حتى يبلغ الكتاب أجله إلى آخر الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وهو برد من برود اليمن، ليس فيه هذه الزينة أو تكامل هذه الزينة. قال: ولا تكتحل، لأن الكحل من الزينة، وقلنا التفصيل في الكحل: إن احتاجت إليه فيكون ليلا دون النهار، وإن لم تحتاج له فلا يجوز لها لا ليلا ولا نهارا. ولا تتطيب، لا تتطيب، لأنها في شدة الحزن على فوات زوجها وعلى موت زوجها، فلا تتطيب. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أظفار. والحق بأن هذا ليس تطيبا، ليس تطيبا، يعني هذا عند الطهر أن تأخذ فرصة ممسكة يعني قطنة فيها المسك، ليس هذا للتطهر للتطيب، بل هذا للتطهير لا للتطيب، ليست هذه للتطيب ولكنها للتطهير. والحق أن لها فوائد كثيرة جدا، منها ذهاب الرائحة الكريهة، منها أيضا إعادة نشاط للمرأة، منها لو حدث يعني الزواج بعد ذلك قد يكون فيه سبب لعلوق الولد. كل هذه فوائد من التطهر بهذا. ولذلك في الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طهرت ماذا تفعل؟ قال: إذا أنت طهرتي فقال: إذا انقطع الدم أو إذا ذهب الدم، أو قال: إذا انقطع الدم فتطهري بفرصة ممسكة. قالت: كيف أتطهر؟
قال سبحان الله تطهري. قالت وكيف أتطهر؟ قال سبحان الله فتطهري. فلما استحى النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية ذلك في وجهه قالت عائشة فجبستها أو جسبتها، فقلت لها تتبعي أثر الدم بفرصة ممسكة. هذا أصالة من باب التطهير وليس التطهير. فلا يجوز لأحد أن يقول أنها تستخدم مزيل العرق أو تستخدم الكريمات، كل ذلك لا يجوز. لا أقول قياسا على أدنى الطهر، لأن هذه كما قلنا من باب العلاج لا من باب التطيب، من باب العلاج لا من باب التطيب. فلا يجوز لها استخدام المعجون أيضا الذي فيه الرائحة، يعني نتكلم على الحاجات الحديثة الآن، المعجون الذي فيه شيء من الرائحة الطيبة لا يجوز لها أن تستخدمه. مزيل العرق الذي فيه الرائحة لا يجوز له أن تستعمله. هناك مزيل عرق ممكن يكون هذا المزيل ليس فيه ثمة رائحة بحال من الأحوال، حتى هذا ليس لها أن تستخدمه، ولكن لا 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 نحجر واسعا ونقول بأنه حرام. وما وذلك ما يعني، وهذه الأوامر وهذه الشرائع التي شرعها الله جل في علاه ما هي إلا لبيان عظيم حق الزوج على زوجه، لا سيما أنه قال لو لعقت صديد جرحي ما وفت حقه. طيب، الفوائد المستنبطة من هذا من هذه الأحاديث، منها أولا الفائدة الأولى الرجوع للعالم كما قلنا، وهذا واجب، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأنها جاءت قالت هي تشتكي عينها وتريد أن تكحلها. جواب الحكيم في قولي إحدى كنا ترمي بالبعرة، وهذا فيه إيش؟ فيه التحريم المبطن. من مقاصد الشريعة إزالة الهم والغم، بل الإسراع في ذلك. من مقاصد الشريعة إزالة الهم والغم. هذا من يؤخذ؟ لا يحل لا أن تحد فوق ثلاث، لولا أن الأمر عظيم للزوج لما أمرت بذلك. لأن تجديد الأحزان ليس من مقصد الشريعة، تجديد الأحزان ليس من مقصد الشريعة. صبغ الثياب زينة، أنه منعها منها. الأحكام تدور على المعاني، أو الأحكام تدور على المعاني، هذه ردا وزجرا لمن يقول اليوم أنا ما أدري. أخبروني أخ يعني من إخواننا الأفاضل اللي بيدرس معنا، أنا أخ أفاضل هو اللي قال بذلك، ده هذا أذهلني هذا الكلام، إنه بيقول يوم الفلاح ويوم الغراب ويوم الصقر. أحكامه على المعاني، من وين هذه؟ أصبح الناس يعني خداع لله جل في علاه، يعني يأتي على عيد ميلاده ويقول إيش؟ يوم الميلاد، ما في شيء اسمه عيد ميلاد، لا يوم الميلاد. هذا الأخ ما به، ما الذي جنه وهكذا؟ ما الذي أضعف نظره بهذه الطريقة؟ نعم، من وين هذه؟ يعني قريب منها. أبو شار قال التفريق بين الزوج وغيره، لا ممتاز، ولا طيب، لكن ايش بقى فيها؟ ولا طيب ايش اللي فيها؟ تحد على الزوج، نعم، ايش اللي فيها؟ الى الان ما في احد اتى بها، ولا حتى ولا جهاد ولا سكينة ولا ها؟ امر انها لا تطيب واباح نبذة من قسم اصفار. اكتب الكلام دوت. هو الحق في ذلك بأنه التفريق بين التطهير والتطهر صح. قال بها جهاد وسكينة، والثانية من وسعيد وسلف الجدة أيضا قال بذلك. هذا الصحيح، إذا الأحكام على المعاني، مع أنه فرصة ممسكة بطيب. أهو قال
بنبذة من قسط من قسط أو أصفار. ففرصة ممسكة بطيب ومع ذلك لم يكن تطيبا. فالأحكام على المعاني، لأن الأصل فيها أنها على التطهير وليست على التطيب. فهنا الفائدة الأحكام على المعاني. شفع متر وتر الحمد لله نقف. بيقول النسوة يلبسن ثياب زرقاء، ما حكمه للزوجة وغير الزوجة من النسوة أو بنات الميت أو غيرهن؟ لا ليس لهم ذلك، بل بل بل, بل بعض العلماء يقولون لبس الأسود زينة. نعم، هي ممنوعة من كل زي فيه زينة، ممنوعة من كل زي فيه زينة. يقول عندنا يوم اليوم الثالث واليوم العشرون ويوم الأربعون وبعد سنة يفعلون ذلك من أجل الميت، هل مطلقة الأسبوع والأربعين والسنوية؟ لا، هذه البدع، البدع المميتة هذه، وهذا ما يجوز بحال من الأحوال، هذا إحياء الأحزان، وقلنا الشرع يأبى ذلك. يقول هل مطلقا لا يجوز لبس الثياب الجديدة أيضا للمرأة؟ نعم، لأنها فيها زينة، لبس الجديد فيه زينة، ولذلك أنت ترى في العيد إما أن يلبسه نظيفا أو جديدا. يلا بس. يقول قال النووي رحمه الله القسط والأظفار معروفان من البخور، رخص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب. كيف؟ قال النووي رحمه الله القسط والأظفار معروفان من البخور، رخص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب. فهو هذا الكلام كما قلنا، المسألة للتطهير لا للتطيب. من؟ هل الاكتمال ايش؟ ما قرأت انا، هذا قريب ممكن يقرأ لكنه ضعيف. هل الاكتحال للمعتدة للضرورة ام للحاجة؟ هو لا لا، هو للضرورة، الاكتحال في نفسه زينة فكل الضرورة، وكما قلنا وان كان للضرورة فهو في الليل دون النهار، وإن كان كثير من الجماهير يرون أنها للحاجة فقط. والحق بأن الاكتحال زينة في نفسه، وهي مأمورة شرعا أو منهية عنها مسألة الزينة. يقول لماذا وضع المصنف رحمه الله عنوان الباب في صورة سؤال؟ تشويقا حتى تعلم الإجابة مما سيأتيك من الأحاديث. يقول بالنسبة للروائح والزينة المتوفي عنها زوجها ولو كانت وحدها بدون أحد معه، هل هي أيضا محرمة؟ محرمة طبعا. شيخ لعله قص على مسألة من الليلة أنها كانت وحدها، يعني ليس كذلك. المسألة أن هي في هذا الباب في الليل، المسألة برضو كذلك، الحاجة دعت إلى هذا، فلا يكون لها بالجواز، على أنها لو قالت لو كنت خالية أتزين كيف وأن حالها لابد أن تذكر نفسها بالحزن الشديد. قال ترمي بالبعرة إذا افتضت بطير قتلته من باب شدة الحزن. ألا ترى ما اسم هذا المهلهل أقسم ألا يشرب خمرا ولا يتطيب طيبا حتى يأخذ الحزن يحمل على هذا.